بأكد وبعيد مرة ثانية أنه عمليات الضرب والجمع والقسمة عفوا والطرح لكثيرات الحدود تتضمن أن يكون المجال لكلا الاقترانين نفس الشيء، وإلا فإن العملية لن تتم. شو أنا بدي أعمل قبل ما نسوي التدريب؟ خليني أحكي على هذا المثال. إذا أعطيتك أنا قاف سين بيساوي سين تربيع زائد واحد، وها سين أعطيتك إياها بيساوي اثنين سين تربيع ناقص ثلاث، كويس؟ الآن لو قلت لك جيب لي قاف زائد ها سهل جدا أجاوبك عليها، لكن اللي جيت قلت لك هون سين تنتمي للفترة، أو بلاش هيك سين تنتمي للفترة، احنا مش كثير بنكتبها بهاي الطريقة في المدرسة، نعملها هيك أقل من أو يساوي واحد، أقل من أو يساوي ثلاث. يعني إيش يعني؟ يعني مجال الاقتران هذا التربيعي اللي هو الدرجة الثانية كثير حدود الدرجة الثانية محصور بين واحد وثلاث. يعني هذا لو عملناه على خط الأعداد بيكون معرف من واحد إلى ثلاث، هذا مجاله، قاعدته هي سين تربيع زائد واحد. نمسك ها سين، هذا قاف سين، معرف من سالب اثنين إلى صفر. لو عملنا خط أعداد لها سين راح يطلع شكل الخط الأعداد هيك، هاي ها سين جاي من عند سالب اثنين لعند الصفر، وهنا جاي اثنين سين تربيع ناقص ثلاث. شوف ما في تقاطع، لو جينا نعمل خط جديد للجمع ما بتقاطعوا، يعني هون سين تربيع زائد واحد ما في قباله، مش معرف الاقتران، هذا ما له تعريف. نفس الشيء لو مدينا هذا على استقامته، لاحظ انه هنا بالفتره من سالب اثنين لصفر الاقترانها مش معرف، اذا هنا لا يمكن اجراء العمليات، وهذا مهم. اذا لازم يكونوا معرفين على نفس المجال حتى استطيع اني اجري عمليات الحسابيه عليهم، جمع طرح ضرب قسمه. ننتقل على اللي بعدها التدريب، مش راح نحله كله، نشوف الافكار الموجوده، هي كله سهل. اذا خلينا ناخذ بس مثال واحد، نضرب قاف فيها، هي عمليه توزيعيه. اذا قاف فيها بدي اكتب الجواب مباشره، يلا طبعا قاف فيها لسين، انا نتكلم عن اقترانات، اذا هون لسين يساوي، يلا نضرب 2 سين أس 6 في سين تكعيب، بيطلع الجواب 2 سين أس 9، لأنه جمعنا 6 زائد 3 بيطلع 9، جمعنا الأسس 2 سين زائد 4 ضرب عفوا 2 سين أس 6 ضرب 4 سين تربيع بيطلع موجب 8 اللي هي 2 في 4، بعدين سين أس 6 زائد 2 8. هاي خلصنا الثاني اللي وراء 2 سين أس 6 ضرب 2 سين، يلا نضرب 2 ب 2 4 سين أس 6 في سين أس 1 سين أس 7، هاي خلصنا هاي اللي وراها 2 سين أس 6 في 2 بيطلع زائد 4 سين أس 6، هذا كله خلصنا بس الحد الأول. يلا سدور مين؟ دور الحد الثاني اللي هو 4 سين تربيع، راح نرد نضربها في سين تكعيب، نضربها في 4 سين تربيع، بدنا نضربها في 2 سين، بدنا نضربها في 2. يلا اسويها بسرعه انا، بدنا نكمل طبعا زائد، نراعي الاشارات، اذا سالب في موجب بيطلع سالب، اذا موجب في موجب بيطلع موجب، سالب في سالب بعطي موجب. يلا 4 سين تربيع في سين تكعيب بيطلع 4 سين اس 5، هاي اول وحده خلصت. 4 في 4 16، شو بضرب العدد في العدد، سين تربيع في سين تربيع بيطلع سينوس 4، هاي خلصناها. 4 في 2 8 سين تكعيب، 4 سين تربيع في 2 8 سين تربيع، هاي خلصناها. الآن دور مين؟ دور الأخيرة اللي هي 6 سين، اللي هي سالب 6 سين، انتبه إنه في إشارة هون سالب، راح تضربها في السين تكعيب، إذا راح يصير سالب 6 سين تكعيب، بعدين سالب 24 سين تكعيب، لا هون أس 4 آسف، لأنه ما انتبهتش إنه في 4 هون، سينوس 4 هاي، بنجمع الأسس معنا، يلا اللي وراها ناقص 12 سين تربيع، بعدين هون ناقص 12 سين، هي سالب 6 في 2 سالب 12 وسين بتنزل سين، لسه ما خلصنا الحل.
الآن بدنا نبدأ نجمع الحدود المتشابهة. يعني مثلا 2 سينوس 9 في إشي زي هذا ينجمع معه؟ لا. إذا بتنزل 2 سينوس 9 الآن 8 سينوس 8 دول على سينوس 8 كمان ما في، إذا بصير زائد 8 سينوس 8. يلا الأس 7 كمان ما في أس 7 زائد 4 سينوس 7. الآن أس 6 كمان ما في أس 6 زائد 4 سينوس 6. أس 5 كمان ما في سينوس 5 إذا زائد 4 سينوس 5. هاي خلصناهم، خلينا نشطبهم هذول عشان ما يخربطوناش. أس 4 أس 4 فيه، في عندي 16 موجب 16 سينوس 4 وسالب 6 سينوس 4. 16 ناقص 6 قديش؟ 10. إذا زائد 10 سينوس 4. عندنا التكعيب، عندنا 8 سين تكعيب وسالب 24. 24 ناقص 8 بيطلع سالب 16 سين تكعيب. الموجب 8 سين تربيع وناقص 12 سين تربيع بيطلع ناقص 4 سين تربيع وناقص 12 سين، فبيطلع هذا هو الناتج النهائي. بترك الباقي لكم للتدريب لأنه يعني ما فيهن إشي جديد، هي بس مجرد عمليات حسابية بسيطة جدا وبحاجة بس لممارسة على الضرب وتأكد من ضرب المقادير الجبرية بشكل صحيح.